أنا لا أريد أن أزيد على ما ذكر الشيخ صابر جزاه الله خير، كلمات جميلة ونيرة حقيقة. وبما أن الشيخ مثل ما يقولون قعد لهذه المسألة، أنا أقول لماذا لا نجعل رمضان بداية تغيير، تغيير الأفضل دائما. وفي كل سنة المسلمين أو كل سنة المسلمون يدخلون في شهر بمثابة الدورة التدريبية التي تروض هذا القلب وتروض الإنسان كيف يغير من سلوكياته إلى الأفضل. لعلي أتكلم عن الاختصاص القرآن. كثير من الشباب الذين أعرفهم بدأوا حفظ القرآن من شهر رمضان، يعني كان شهر رمضان هو بداية، بما أن شهر رمضان هو شهر القرآن ويكثر فيه الحث على قراءة القرآن والأجور فيه تضاعف، يقول ليش ما أخلي بدايتي من شهر القرآن أبدأ أحفظ فيه. وفعلا يعني أحد الأخوة بدأ من شهر رمضان وانتهى في شهر رمضان اللي بعده، يعني مدة 12 شهر، لكنها كانت معاهدة بينه وبين نفسه أنه أنت أبدأ في رمضان وأنت في رمضان. وهو من أفضل القراء الآن صيدلي، الرجل يعني اللي يشوفه يقول هذا مثل ما يقولون يعني مو بتخصص إسلامي أو تربية إسلامية أو مثلا جامعة الإمام، لا تخصص في جامعة الملك سعود صيدلي. ولذلك القرآن سبحان الله يغير في كثير من الناس، يجعل الإنسان يبدأ بما أراد الله عز وجل له أن يبدأ بحفظ القرآن. إذا كان مثلا مقصر في قراءة القرآن يقول شهر رمضان يجعلني أبدأ ألا أترك يوم من الأيام إلا وأقرأ فيه وردي من القرآن سواء حفظا أو نظرا. في كثير من الآباء يقول لك والله أنا تجاوزت مرحلة الحفظ، نقول ابدأ مع أبنائك، يعني لا تقول والله فاتني القطار. وهذا يعتبر من التواصي على الخير والتواصي على الحق في 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 المبادرة في جعل هذا القرآن، هذا الشهر هو بداية تصحيح للأشياء التي ترى أنك مقصر فيها، سواء لك أنت شخصيا أو لأبنائك أو لجيرانك أو من كنت، إذا كنت معلما لطلابك أو نحو ذلك. فلذلك أنا لا أريد أن أطيل على المشايخ، لكني أنا أقول التغيير مطلوب. المهم جدا أن تجعل هذا الشهر مثابة الدورة التي دخلت عليك من شهر واحد، من تاريخ 1/9، في يوم 30/9 تجد التغيير هذا بدأ معك من شهر شوال بإذن الله عز وجل، تستمر على هذه الأعمال حتى يعني تكتب لك إن شاء الله الأجور مضاعفة في كل ما تقوم به من عمل صالح، وخاصة فيما يخص القرآن والتقصير في شأن القرآن. بارك الله فيكم. الله يجزاك خير. ما شاء الله، لا مزيد على ما ذكر.